أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة صحافية جديدة من الرافدين مع صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. نبدأ مشاهدينا من الكاتب عصام الياسري ومقاله في صحيفة المدى والذي جاء بعنوان قانون مكافحة المحتوى الهابط وثيقة متخلفة ملغومة، مما قال فيه: اعتاد العراقيون على مفاجآت عصبة السلطة الحاكمة وحيثياتها على حياة المجتمع والمواطن، وأيضا على مستقبل البلاد وأثرها لمنع تطور العراق وإعادة أعماره وتأمين حياة مجتمعه على المستوى المعيشي والاجتماعي والتربوي والاقتصادي والعلمي. وأضاف الكاتب أن إنذار تعديل قانون الانتخابات والعودة إلى وثيقة المحتوى الرقمي أو ما يعرف بقانون مكافحة المحتوى الهابط لم يكن محض فكرة طارئة، فكلاهما كان مطروحا على جدول أعمال حكومة الإطار منذ مباحثاتها بشأن تسلم السلطة. باختصار، اللائحة التي جرى تداولها تدعو إلى التخوف من أن يجري التجيير ليس مغزاها فحسب، إنما موادها كلمة كلمة لصالح الحكومات وقمع منتقديها مستقبلاً. وعبر عدد من الناشطين والقانونيين والمراقبين للشأن العراقي عن مخاوفهم من استخدام لائحة تنظيم المحتوى الرقمي التي تنوي هيئة الإعلام والاتصالات إقرارها لتجفيف أقلام المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي وكبح الحريات وتكميم الأفواه، فيما يتعلق الأمر بالتعاطي مع الفشل الحكومي والفساد المستشري في البلاد. فيما يرى البعض أن هذه اللائحة تحمل في طياتها سلاحاً ذا حدين، وفي فقراتها بنوداً كثيرة ملغومة بشكل يقيد الحريات، وأهمها حرية التعبير. وتحت عنوان أضواء على زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، كتب حسين صالح السبعوي مقالا في موقع مركز راسام للدراسات، جاء فيه: زار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش العراق في 28 من شهر شباط الماضي، وهي الزيارة الأولى له منذ 6 سنوات. وكان يفترض أن تكون زيارته لحث الحكومة العراقية على عودة النازحين والمهجرين ودعم حقوق الإنسان وحرية الرأي وحماية الناشطين والإعلاميين في العراق. وأضاف الكاتب: تفاجأ الشعب العراقي من زيارة الأمين العام التي تجاهل فيها كل ما ذكرناه أعلاه، مركزا جهده على دعم حكومة بغداد وأحزابها على الرغم من كل ما يعانيه الشعب العراقي منها، بل الذي زاد الطين بلة أن الأمين العام التقى قادة ميليشيات مسلحة مصنفة على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية. كان يفترض بالأمين العام أن يلتقي بالقوى الوطنية وقيادات انتفاضة تشرين التي وحدت الشعب بعدما مزقته القوى والأحزاب الطائفية الحاكمة، وكان يفترض به أيضاً أن يقدم حلولاً للمهجرين والنازحين ويحث الحكومة على إيجاد حلول حقيقية، وكذا بالنسبة للمعتقلين والمخفيين قسرياً، إضافة لدعم المشاريع التنموية والاقتصادية لمعالجة مشاكل الفقر والبطالة في العراق. لكن هذا كله لم يكن على جدول الزيارة واللقاءات التي أجراها الأمين العام للأمم المتحدة في العراق. ومن أغرب ما صرح به أنطونيو غوتيريش خلال زيارته أنه يأمل في أن يتمكن العراق من تحقيق مستقبل ينعم بالسلام والازدهار بمؤسسات ديمقراطية راسخة. عجباً، كيف سيكون للعراق مؤسسات ديمقراطية والأمم المتحدة وأمينها العام داعمون للميليشيات؟ ومنذ متى تنعم الدول بالسلام في ظل الميليشيات؟ أو منذ متى يعول على الميليشيات في نشر السلام وبناء المؤسسات الديمقراطية؟ أفاد تقرير دولي بأن وضع الكهرباء في العراق ما زال غير مستقر. وقد ذكر تقرير لمركز الدراسات الاستراتيجية الدولية الأمريكي وهو CSIS بعنوان فرص العراق المهدورة، أكد أن العراق لم يستغل عوامل كثيرة هي في صالحه لتحسين الكهرباء.
أضاف التقرير أن العراق والدول المانحة هددوا هذه الامتيازات، وأن النافذة لفرصة إعادة إعمار الكهرباء لتكون أكثر مداومة وفعالية ولزرع إدارة أفضل قد أغلقت الآن. ويؤكد التقرير أن أطرافاً سياسية في داخل العراق غالباً ما تسعى للحصول على رشاً من مشاريع حكومية للكهرباء وفائدة مالية من أصحاب مولدات كهرباء في الأحياء السكنية لهم علاقات مقربة معهم. هناك عوامل خارجية لها مصالح في قطاع كهرباء العراق، فعلى سبيل المثال تسعى إيران لإبقاء العراق معتمداً على ما يستورده من كهرباء وغاز منها، وتعده وسيلة أيضاً لتحقيق مكسب سياسي. كذلك سعي المانحين الغربيين أيضاً إلى التقدم بمصالح شركاتها متعددة الجنسيات لتحقيق منافع، مثل شركة جنرال إلكتريك الأمريكية وسيمينز الألمانية، وذلك على حساب تحسين أداء قطاع الكهرباء. محطات الكهرباء القديمة وغير ذات الكفاءة هي الحالة السائدة الآن، وتتجه نحو الأسوأ أيضاً. ورغم إنفاق ما يقارب من 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ العام 2005، ونوه التقرير إلى زيادة الطلب على الكهرباء بنسبة 7-10% سنوياً، وتفوق نسبة التجهيز على نحو كبير. إلى صحيفة الشرق الأوسط، ونقرأ مقالا للكاتب مصطفى فحص بشأن لبنان وفراغ موقع الرئاسة. فقد أطلق حزب الله صفارة السباق الرئاسي في لبنان، معلنا أن الوزير السابق سليمان فرنجي مرشحهم. وأضاف الكاتب فعليا ومن دون أي لبس، ترشيح فرنجي ظاهره من الثنائي حركة أمل وحزب الله، أما باطنه فيحظى بإجماع المنظومة. وإن اختلفوا على الاسم لكن المضمون واحد، هدفه ليس فقط استعادة كاملة للسلطة والمؤسسات، وإنما منع إنتاج سلطة جديدة أو السماح لطبقة سياسية جديدة أن تتكون خارجها، أو الموافقة على الإصلاحات الإدارية والاقتصادية التي يشترطها المجتمعان العربي والدولي من أجل مساعدة لبنان على الخروج من أزمته. فهذه الطبقة السياسية المسلحة والتي أوصلتها الحرب الأهلية إلى السلطة يبدو أنها مستعدة لخوض حروب جديدة من أجل البقاء في السلطة. إصرار حزب الله وحركة أمل على ترشيح فرنجية وإظهار أنهما سيخوضان معركته حتى النهاية يكشف عن حرصهما، وخصوصا حزب الله، على إعادة إنتاج السلطة كما كانت قبل انتفاضة تشرين، من دون الأخذ بعين الاعتبار ما يمر به لبنان دولة وشعبا من مصاعب اقتصادية وحياتية ومعيشية تحتاج إلى مقاربة مختلفة عن السابق. إلا أن حالة الإنكار التي تسيطر على منظومة السلطة بأكملها تجعلها تتصرف وكأنها قادرة على العودة بلبنان إلى ما قبل 17 من تشرين، رغم الأحداث والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي حصلت بعد الانتفاضة، من انفجار المرفأ الذي كشف عن حجم اهتراء السلطة أمنياً وقضائياً وإدارياً، إلى الانتخابات النيابية التي أنتجت برلماناً معطلاً لا يملك أي فريق فيه أغلبية بسيطة، إلى أزمة مالية واقتصادية جعلت من لبنان دولة فاشلة. نشر صحيفة واشنطن بوست تقريراً لآدم تايلور قال فيه إن لغزاً مضى عليه 6 أشهر يمكن أن يعقد من الجهود الحربية الحالية لحكومة كييف. وأصبح التفجير الذي أضر بخط نورد ستريم للغاز الطبيعي في شهر أيلول سبتمبر ذاكرة بعيدة، إذ قام الأوكرانيون بمواجهة الغزاة الروس في العام الماضي. إلا أن السؤال بشأن منفذي الهجوم لم يختفي بعد، وعاد تقرير جديد هجوم نورد ستريم للواجهة وجلب معه تعقيدات خطيرة لكييف، إذ قالت المؤسسات الاستخباراتية الغربية إنها تشك بقيام مخربين مؤيدين لأوكرانيا بهذه العملية، حسب ما أوردت صحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز هذا الأسبوع. لو ثبت أن جماعة موالية لأوكرانيا هي من نفذت عملا تخريبيا تحت مياه بحر الشمال بشكل عرض أمن الطاقة في بلد حليف للخطر،
وأنتج كارثة بيئية، فستواجه كييف أسئلة كبرى حول العمل السري وكيف سمحت بهذا، والأسوأ لماذا لم تعترف. واقترح مارك غالوتي الباحث السياسي المتابع لروسيا في مجلة سبيكتاتور أن المسؤولين الأمريكيين ربما سربوا التقرير لتقديم تحذير لطيف لرئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي، ومفاده هذا النوع من القصص يعقد من عملية الحفاظ على وحدة الدعم الغربي، وما عليك إلا أن تعيد ترتيب بيتك. وفي النهاية فالتوصل لدليل قاطع حول الجهة المنفذة ليس متاحا في الوقت الحالي. وقال مسؤول ألماني لوول ستريت جورنال: لن يكون هناك يقين أبدا، ولم يترك أحد بصماته هناك تحت البحر. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. هذه مشاهدينا الكرام وقفة قصيرة مع الرسوم الكاريكاتيرية. بحيلة ذكية، أمريكي يطلب النجدة عبر طائرة مسيرة بعد أن علق في الثلوج. فقد لجأ رجل من ولاية أوريغون الأمريكية إلى حيلة ذكية لإرسال استغاثة بعد أن علق في الثلوج وعجز عن التواصل مع أي شخص بسبب انقطاع خدمات شبكة الاتصالات. كان الرجل قد علق بسيارته في أثناء عبوره في غابة ويلاميت الواقعة في سلسلة جبال كاسكيد، والتي لا تلائم طرقها السفرة في أثناء فصل الشتاء. وفي هذه الأثناء فكر الرجل باستخدام طائرة مسيرة كانت معه لطلب المساعدة، وذلك عندما ربط الهاتف بها وأرسل رسالة نصية ذكر فيها حاجاته للمساعدة ومكانه بالتحديد، أمنا في الوصول الطائرة إلى أماكن تغطية شبكة الإنترنت وعندها تصل الرسالة. وفعلا تحركت الطائرة لمئات الأمتار حتى التقط الهاتف إشارة الإنترنت بالفعل، وعندها وصلت الرسالة إلى الجهة المختصة التي هرعت لإنقاذه. زلزال تركيا يشطر شجرة زيتون إلى نصفين بينهما 15 مترا في هاتاي. فقد شطر زلزال تركيا شجرة زيتون إلى نصفين تباعدا نحو 15 مترا في حقل بقضاء سماندال بولاية هاتاي. وأدى هذا الزلزال إلى شطر شجرة زيتون في الحقل يبلغ عمرها 80 عاما إلى نصفين تباعدا مسافة نحو 15 مترا بسبب الصدع الكبير الذي حدث في أرض الحقل. ويقول مختار القرية مصطفى غوندوغان لوكالة الأناضول إن مسؤولين من الوزارة المعنية جاءوا وفحصوا الموقع، وذكر أن هنالك انزياحات بنحو 10 أمتار في المنطقة، وأعرب عن دهشته من جراء انقسام الشجرة الزيتون بهذا الشكل.
ونتابع الآن مشاهدينا الكرام المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. عادت أحداث تسمم الفتيات الإيرانيات التي وقعت خلال الأشهر الماضية إلى الواجهة من جديد، حيث أعلنت الداخلية الإيرانية في 7 مارس آذار الجاري اعتقال أشخاص في 6 محافظات إيرانية بسبب إعداد مواد مهيجة ونشرها بين طلبة المدارس، ما أدى إلى ظهور أعراض بينهم، وذلك على خلفية حوادث تسمم الطالبات. وبحسب الداخلية الإيرانية، بعض المعتقلين لديهم سجل سيء. فكيف بدأت القصة؟ بدأ مسلسل التسمم في مدارس البنات الإيرانية في 10 ديسمبر كانون الأول الماضي، وتحديداً في ثانوية للبنات في مدينة قم الواقعة على بعد 120 كيلومتراً من العاصمة طهران، واستنشقت الطالبات رائحة كريهة من دون معرفة مصدرها، ما تسبب بتسممهن. لكن التسمم أو التسميم لم يتوقف عند قم، ليتجاوزها إلى بروجرد غربية إيران، ثم أردبيل شمال غربها، ثم طهران وغيرها من مناطق متفرقة من البلاد. أثارت حوادث التسمم الرأي العام الإيراني، ودفعت إلى حالة ذعر بين أهالي طلاب المدارس وتساؤلات عن الأسباب في ظل عدة روايات متناقضة، لكن لا إجابات رسمية مقنعة، والغموض ما زال يلف الواقع، فيما وجه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أصابع الاتهام للمحافظين المتشددين بالوقوف وراء هذه الحوادث بغية منع الطالبات من الدراسة، أسوة بما فعلته حكومة طالبان في أفغانستان. المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي دعا يوم الاثنين الماضي السلطات الإيرانية إلى متابعة قضية تسمم الفتيات بجدية، مؤكدا أن هذه جريمة كبيرة لا تغتفر. أما الحكومة الإيرانية فشكلت لجنة مؤلفة من وزارات التعليم والأمن والصحة لمتابعة الملف، وأكد أول تقرير للجنة العلمية المختصة المعنية بوزارة الصحة الإيرانية أن بعض التلميذات اللواتي نقلن للمستشفيات تسممن بمادة استنشاقية محرضة تشبه الغاز. وأضاف التقرير أن هذه المادة يمكن أن تكون على شكل صلب أو مسحوق أو عجين تبخرت بعد وضعها على أجهزة التدفئة في المدارس. بدورها قالت وزارة الداخلية الإيرانية إن عملية التسميم قد تكون عملا متعمدا وإجراميا، وتواصل الأجهزة الاستخبارية والأمنية تحقيقاتها بهذا الخصوص. أما الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي فقد وجه أصابع الاتهام إلى أعداء إيران، متهما إياهم بالسعي لبث الإحباط في الشارع الإيراني بغية إثارة الفوضى. ورغم أن العدد الدقيق للطالبات المتأثرات بالتسمم غير معروف حتى الآن، فإن التقديرات تشير إلى أن الحالات قد تصل إلى 900 فتاة. وتأتي هذه القضية بعد أشهر من اندلاع احتجاجات بأنحاء إيران في 16 من سبتمبر أيلول 2022 إثر وفاة الشابة مهسا أميني، بعد 3 أيام من توقيفها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية المعنية بمراقبة لباس النساء، حيث أثارت الحادثة غضبا شعبيا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية في إيران وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة. فما الجديد الذي قد تكشفه الأيام القادمة حول هذه القضية؟ بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية في صدى الأقلام من الرافدين، تقبلوا تحيتنا وإلى اللقاء.